del Beslavoin. السلام عليكم. مصطفى تسمعني؟ نعم دكتور اسمعك. ماشي، هسه ناخذ المحاضرة الثانية، يعني هم مو صعبة هي إن شاء الله. لانج فانكشن تيست، يعني هنا نشوف شنو شلون نعرف وظيفة اللانج. يعني بكل بساطة احنا يعني أي أورجان أو سيستم بالبدي له فانكشن. هذا الفانكشن بس يصير فيها بروبلم، يعني اكيد رأيه مثلا هو يصير ديزيز والانسان راح يصير عنده ساين وسمبتوم علامات مرضيه. يعني عندنا مثلا الكدني مالتنا، مثلا عندنا البوليوري، نقيس اليوري لقيناها صاعده معناها الكدني مالتنا بدات تتعب وراح يصير عندنا بروبلم بالكدني، وهكذا الهارت مالتنا هم امور معينه يعني تمثل فانكشن مالته. احنا الفانكشن مال اللنج مالتنا شلون نعرف انه هسه هي نورمال لو بدات تتعب؟ راح نعرفها هسه. The common test of lung function including simple spirometry describe measurement of forced vital capacity, forced expiratory volume in 1 second, except the restrictive patterns of spirometry. Explain expiratory and inspiratory flow volumes loops and how they are affected by upper and lower airway obstruction. Describing in principle the measurement of residual volume and transfer factor. Explain the nitrogen washout curve. احنا هنا هذا كلهن يعني كلهن يعني مصطلحات معينه على مود كلها تقيس lung function. اول واحد هو common test of lung simple spirometry. Lung volumes عندنا احنا simple spirometer هسه ناخذه هو اللي يقيس لي يعني pulmonary function. Vital capacity is particularly significant. Tables can be used to predict the vital capacity of an individual of now in age, height and sex. طبعا احنا اهم شيء عندنا الفايتال كاباسيتي. الفايتال كاباسيتي تقيس الانسبيريشن والاكسبيريشن. طبعا الجهاز يقارن اي واحد يقارن يعني يريد يسوي الفحص يقارنه بواحد نفس مواصفاته. يعني هذا الجهاز مو مثل خلينا نقول ايكو مالت القلب انه المريض ينام وقبل يخلي الجهاز على الهارت مالته وتشيك، لا هنا يختلف، هنا تطلع قراءات، هاي القراءات تقارنه بواحد نفس مواصفاته، نفس طوله، نفس مثلا السكس مثلا الولد البنيه الايج مالته وهكذا الهايت الويت مالته فيقارن واحد نفس مواصفاته طلع نفسه يقول هذا نورمال. طبعا هذا يقارن واحد نفس مواصفاته اللي هو نورمال طلع غير شيء يعني معناه هذا عنده ديزيز. هذا هو عندنا اولد سبايروميتر، هذا قبل ترون العلم يطور، هذا قبل واحد يسوي هاي الماوث بيس وهاي عندنا فلوتنج درام اكو هنا ووتر يتحرك راح اكو هنا بوينتر مؤشر على طبله ثانيه نسميها ريكوردنج درام. فهنا واحد من يسوي ينفخ بقوه شو يصير؟ راح تتحرك هذه الفلوتنج درام، من تتحرك وياها بوينتر وهناك كاونتر بالانسنج راح يتحرك المؤشر يقرا، فكل ما اجى هواء كميه كبيره ايش راح يصير؟ يعطي ارقام اكثر. النفس العادي يعطي ارقام قليله وجراف قليل. هذا هو السبيرومتر الحديث. طبعا كل حد بروقي Thank you.
كلش انواع هوايه عندنا. هو هسه هذا الحديث يعني هو هذا الماوس بيس هذه ويسوي بلومنج هنا، فراح هذا مرتبط بجهاز هذا راح يقراها ويحللها. هذا هو شوف الجراف الموجود على الشاشه، طبعا اكو اجهزه اصغر اكو، وهو هذا السايز. شنو هي اهداف السبيرومتر؟ تو بريدكت بريزنس اوف بلمونري ديسفانكشن، تو نو اول شيء السبيرم راح يقول اكو بروبلم بالريسبيرشن مالتنا لو لا. بعدين تو نو ذا فانكشنال نيتشر اوف ديزيز اوبستركتيف اور ريستركتيف. طبعا شنو عندنا بكل بساطه؟ اوبستركتيف يعني اكو ضيق بالقصبات، ريستركتيف يعني سايز اوف ذا لينك is reduced يعني مثلا بالفايبروسيس غيره. To assess the severity of disease يعني لقينا problem ايش قد السيفيريتي ايش قد القوه مالتها الشده مالتها. بعدين to assess progression of disease يعني هو مثلا قبل مثلا جاني سيفير حطيته انا تريتمنت، طبعا هاي لها علاقه بالثاني يعني ريسبونس تريتمنت، حطيته تريتمنت قلت السيفيريتي مالته قلل البروجريشن مالت الديزيز او لا زاد، مثلا جاني مودريت ورا كم يوم طلع لي سيفير معناها زادت الحالة. To identify patient at increased risk of morbidity and mortality undergoing primary restriction. يعني مثلا إذا واحد عنده طلعت كلش سفير الحالة مثلا القراءات كلش قليلة معناها هو حالته كلش تعبان، هذا المفروض يروح طوارئ. زين وحتى من نسوي pulmonary resection مثلا واحد شاله وحدة من اللنج أو جزء من اللنج، فإذا وراها سوى pulmonary function إذا القراءات زينة بنقول له ما أثرت عليك العملية هواية. زين هذه الارقام طبعا يفضل تنحفظ، هذه عندنا التايدل فوليوم وعندنا كل واحد وتعريفه هن ثنين. هسه راح ناخذهم وحده وحده. طبعا شوفوا اكو ديفرنس اغلب بين اكو ديفرنس بين الميل وبين الفيميل. احنا الميل نفسنا عاده اقوى من الفيميل، فشوف عندنا ما عدا النفس العادي التايدل فوليوم اللي هو نفسنا العادي تشلون هسه تاخذ نفس انسبيريشن واكسبيريشن، هذا نسميه تايدل فوليوم اللي هو 500 سي سي يعني بكل نفس بالميل وبالفيميل. هذا شنو معناه؟ amount of air inhaled or exhaled with each breath and the resting condition. يعني هذا هو resting. شوف هاي كلمة resting مهمة، يعني أنا أسوي inspiration والexpiration ويا كل نفس بس بحالة اللي هي resting أنا مرتاح. inspiratory reserve volume شنو ما خلينا نعرفه وبعدين ناخذ الأرقام. هي amount of air that can be forcefully inhaled after a normal tidal volume inhalation. يعني مو اخذ نفس عادي ورا اخذ نفس بقوه، هذا اسميه inspiratory reserve volume اللي هو شوف الكميه مالته بالفيميل بالفيميل 1900. الكسبيراتوري ريزيرف فوليوم 1200 يعني عفوا هو شنو هذا؟ هذا amount of air that can be forcefully exhaled after a normal tidal volume inhalation. هذا شنو من انا سويت expiration مالت النورمال من اظل اسوي expiration اقوى، هذا اسميه expiratory reserve volume يعني طلعت كميه كبيره من الهواء. هذا بالميل 1200 افرغاني، بينما الفيميل تقدر تفرغ بس 700 بحاله forceful. هنا لازم تذكر طبعا تعريفه براحتك، المهم تذكر هنا كلمه forceful. زين باي طريقة تتعرف. الريزيجوال فوليوم شنو؟ هو amount of remain in the lung after forceful expiration. يعني انت مثلا هي الكمية اللي تبقى باللنج مو تطلع، لا تبقى. يعني هذه يعني مثلا واحد سوى نفخ بقوة، اللنج مالتنا هي ما راح تفرغ من الهواء، يبقى. هاي الكمية اللي بقت ورا الفورسفول اكسبيريشن نسميها ريزيجوال فوليوم اللي هي 1200 بالميل و1100 بالفيميل. عندنا total lung capacity شنو؟ هي maximum amount of air contained in the lung after maximum inspiratory effort. يعني انت تاخذ نفس بقوه وتتوقف، اذا اكو جهاز يقيس ايش قد صار هو باللنج ورا هذا الفورسفول انهليشن او انسبيريشن، هذا اسميه total lung capacity واللي هو مجموع ذني الفوليومز اللي هو 6000 كميه بالميل و4200 سي سي بالفيميل. vital capacity شنو؟ هي amount of air that can be forcefully expired after forceful inspiration. طبعا تعريف مثل ما قلنا براحتك، بس هو بما معناه vital capacity تسحب هواء بقوه وتنفخ بقوه.
هذا يعني يشمل شنو اذا اريد نسوي جمع؟ يشمل التايدل فوليوم والاسبيراتوري ريزيرف فوليوم والاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. هذا تقريبا 8% توتال كاباسيتي، كميته 4200 بالميل وبالفيميل 3100. طبعا هاي الارقام كلها بحاله نورمال، بالديزيز يتغير يقل او يزيد. الاسبيراتوري كاباسيتي طبعا نقول كاباسيتي هي سميشن اوف مور ذان تو فوليوم، زين، فيعني تو فوليوم اور مور. فالاسبيراتوري كاباسيتي هي شوفوا سميشن اوف تايدال فوليوم والاسبيراتوري ريزيرف فوليوم، اللي هي طبعا maximum amount of air that can be inspired after normal expiration. يعني العملية كلها مال من أسوي tidal volume ورا أسوي inspiratory reserve volume كلها أسميها inspiratory capacity. هذه ال 3600 ب 4400. ال function reserve capacity هذه عكس ال reserve volume. طبعا زميلتكم تسأل تقول ذني كلين حفظ، طبعا حفظ يعني ليش ما حفظ؟ بس هذا الموضوع يفيدنا من الناحيه الاكاديميه، يعني مو كل شيء يفيدنا بالحاله السريريه. بس اذا واحد يبي يشتغل بحوث كذا يقدر يروح على ذني. الفانكشنز والكاباسيتي لا، هذا هم يفيدنا بالحاله السريريه. هذا يعني انسان اقيسه بالعياده. هذا amount of air that can be remain that can remain in the lung after normal expiration. انتبهوا اكسبيريشن يعني هذا نفسك العادي راح تبقى كميه كبيره هنا عكس الريزول فوليوم من الاير ان ذا لانج. هذا نسميه فانش ريزول كاباس. طبعا هاي تقل حتى السموكر كذا يعني يصير بها تشينج. هنا اشوف 1000 و2400 بالميل، بينما هنا ريزول فوليوم 1200، يعني احنا فرغنا اللايك خلينا نقول، وهنا بالميل 1800. هذا مخطط يوضح العمل. هذه اسمي تايدال فوليوم اللي هو شوفوا بس 500. اسوي من اسوي انسبيريشن مور ذان نورمال، شوف شلون صعد، اسميه انسبيريتوري ريزيرف فوليوم. مجموع انسبيريتوري ريزيرف فوليوم ويا تايدال فوليوم اسميها انسبيريتوري كاباسيتي. شوفوا شلون هاي الارقام وياها. من انا اسوي اكسبيريشن مور ذان نورمال، اكثر من النورمال، اسميه انسبيريتوري ريزيرف فوليوم. سميشن مال باي مال انسبيريتوري ريزيرف فوليوم والاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم اسميه الفايتال كاباسيتي. من اسوي اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم الاماونت ذات ريمين ان ذا لانج افتر اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم اسميها ريزيجوال فوليوم، بينما الاماونت اوف اير ذات ريمين ان ذا لانج افتر نورمال اكسبيريشن، شوف هذا نورمال اكسبيريشن، اسميها فانكشن ريزيرف كاباسيتي. تشمل ذني كلهم. هسه راح ناخذ شلون نقيس الفايتال كاباسيتي فورس فايتال كاب اكسبيرتر فوليوم ان 1 سكند. طبعا ذن هن اللي هن التطبيقات كلينيكال. شنو هي فيف وين وشنو هي الاف في سي؟ الفيف وين فوليوم اكسهيل دورين فيرست سكند اوف فايتال فورس فايتال كاباسيتي. شنو هي؟ يعني انا هسه من اسوي فورس فول اكسبيرشن من انفخ بقوه، يعني نفرض انا بقيت اربع ثواني انفخ بقوه. الهواء اللي يطلع لي باول ثانيه اسميه فيف وين. 1 يعني 1 سكند. الكل على مدى 4 ثواني اسميه فورس فايتال كاباسيتي اللي هو يشبه الفايتال كاباسيتي. طبعا احنا النفس مالتنا 80% من عنده يطلع بالثانيه الاولى او 70% يطلع بالثانيه الاولى، بعدين تطلع كميه قليله خلال الثواني البقيه. شنو فيف 25 75؟ هذه تمثل معدل اكسبيرتوري فلو ديورنج ميدل هاف اوف اف في سي، يعني هاي تاخذ الفتره الوسطيه بين بدايه الاكسبيرشن وبين نهايته. طبعا هذه تفيدنا بحاله السمول ايرويز، مرات يطلع علي فيف وان طبيعي نورمال والاف بي سي، بينما البروبلم عندي بس هنا، معنى هذا اقول له انت عندك انسداد بالقصبات الصغيره اللي هي طبعا اقل من 2 ملم ان دايمتر. طبعا انا عندي في العياده جهاز يقيس تحت 2 ملم، خاف ما يلف الاسبارومتر، اسمه الاف او تي. حتى لو تو فادل يعني اوبستراكشن يطلع بالجهاز. يعني اكو مرضى عنده شورت سوف ريت وما حد يعرف السبب فيطلع يمي بالجهاز. فيف 1 على اف بي سي ذا ريشيو اوف فيف 1 تو اف بي سي، هي هاي معناها فيف 1 على اف بي سي، هاي اللي مثل ما قلنا تمثل. وطبعا هاي احنا نمشي عليها بحاله الميز اوبستركتيف لو ريستركتيف، ما قلنا المفروض هي اكثر من 70%.
شنو هي obstructive شنو هي restrictive. Maximal flank of the lung is determined by balance between maximum inspiratory force and force of recoil of the lungs. طبعا يعني احنا من نقول نريد نملي الرئه مالتنا بقوه يعني هذا تمثل ايش قد انا سحبت هواء بقوه وايش قد اللنج لها قابليه تمدد وقابليه ترجع لوضعها الطبيعي. If the lungs are unusually stiff يعني شفت نقول restrictive deficit يعني restrictive معناه lung size ما دا يصير normal فمعناه lung مالتنا اما stiff او مثلا شنو inspiratory port is compromised by muscle weakness injury deformity. يعني شنو هنا هنا مثلا واحد عنده problem بالمصل برا بالchest wall هم ما يقدر يسوي نفس عادي فهم lung size راح يقل هم نعتبره restrictive disease. عندنا انجري واحد انضرب بالتشيس مالته وصار ديفورميتي مثلا اذا ديفورميتي اذا شايفين ذولا عندهم معوجات بالعمود الفقري ابو حلبه نسميه هذا تلقى يعاني من عنده شورت سوبريت هم عنده ضيق نفس ليش؟ لانه يعني مسويه بريشر على اللنج. دون اكسبيري وين اكس فورس ذا سمول اير ويز ار كومبريست انكريزنج فلو ريزيستنس ايفنتشولي تو ذا بوينت وير نو مور اير كان بي دريفن اوت اوف ذا الفيلر. يعني يقول لك احنا بنسوي اكسبيريشن فاكيد يعني بريشر مال التشيس وبريشر مال البلورا وكذا كلها راح تغطي على الايرويز راح يزيد البريشر على الايرويز والالفا على مود شنو يطلع الهواء بسهوله. If airways are narrowed then expiratory flow is compromised much earlier and it can produce obstructive deficit. يعني هنا يقول لك اذا اكو obstruction ايش راح يصير؟ راح يعني اكسبيرتر الهواء بصعوبه يخرج لبرا. Explain expiratory and inspiratory flow volume loops and how they are affected by upper and lower airway obstruction. Spirometry restrictive and obstructive deficit may be separated by asking patient to breathe out rapidly from maximal inspiration through a single breath spirometer which blows volume expired against time. طبعا احنا بعدين ناخذها بالصور نعطيكم سمول جروب. يعني احنا يعني احنا مثل ما قلنا ناخذ فورس انسبيريشن فورس اكسبيريشن وراح الجهاز يحسبها تايم فوتوغراف جنريتد يورينج سبارم ويت از اوفر ريفيرد تو از فايتولوجراف تريسينج. يعني هذا المخطط اللي يقراه هو هذا اسمه. This is because the first portable spirometer to become widely used were by telegraph machine by the company of the same name in much the same way as vacuum cleaning became synonymous with the vacuum cleaner. يعني هو يقول لك ايش سمينا فايتولوجراف يعني هو اول جهاز انصنع هو كان اسمه فايتولوجراف. هذه هنا الفيجر تمثل هالحاله انا عندي بالنورمال يطلع لي هيك بينما بالابستراكشن ينزل الكيرف ينزل مع زين هذا قيسه ويا التايم بينما بالريستركشن ايش راح يصير؟ طبعا شوف اللي بالابستركشن يستمر يصعد بينما بالريستركشن لا يعني سوى اكسبيريشن وبدا بعدين ياخذ موضع ثابت لان هو مثلا اكو فايبروسيس فيعني هو يظل سايز واحد يعني من يطلع هواء ما راح يظل زايد. Obstructive and restrictive deficit are distinguished by the forced expiratory volume in 1 second. In normal individual, this is greater than 70% of the forced capacity. Ratio هي أقل من 70 مثل ما قلنا. أني نسبة الهواء مثل ما قلت لكم يطلع لي بأول ثاني المفروض أكثر من 70%. إذا طلع لي أقل معنى هذا عنده obstructive lung disease. هذه زين. هي ليش النسبه قسم الفيف 1 على الاف بي سي راح تطلع لي النسبه قليله ليش؟ مثلا هو المفروض تطلع لي ثلاث لترات باول ثاني من اصل اربعه بحاله الاوبستركشن طلع لي بس اثنين فمن اقسم اثنين على اربعه راح تطلع 50% اللي هي اقل من 70% وبالتالي طلعت الرشوه قليله. بالاوبستركشن عاده تقل بس الفيف 1 بس مات اول ثاني بينما الاف بي سي تبقى نورمال يعني ويقدر يخرج الهواء براحته بس ياخذ وقت اطول.
بالريستركشن شو يصير؟ اثنيناتهم يقلن، مثل واحد عنده اللاين سايز قليل ولا يعني فايبروسيس كذا، فاثنيناتهم قليل في اوبن ولا في سي، فمثلا هو بدل ما يطلع 3 على 4 يطلع 2 على 2 لانه اثنيناتهم قلوا البصم والمقام، ان النسبه اكيد راح تطلع نورمال، تنقسم 2 على 2 فالنسبه بقى. بس شنو هسه واحد يسال يقول مو نسبه طلعت نورمال ليش ما نعتبر نورمال؟ لا مو عندك البصم والمقام قلوا عن النورمال اللي هم اثنيناتهم المفروض هم اكثر من 70%. Flow volume curves طبعاً هاي أكو curves مثل ما قلنا تنظمها. Obstructive deficit in particular may be more sensitively revealed by the deriving expiratory flow volume loop. Here expiratory flow rate is plotted against volume against lung volume. The peak expiratory flow occurs early in expiration. As expiration continues, the small airways are narrowed by compression of the lungs, and where there is small airway obstruction, this narrowing produces a characteristic early fall in expiratory flow rate. يعني هذا الجهاز يعني بحالة الاكسبيريشن يعني الجهاز يقيسه أفضل، فهنا راح هو يعني اليوم عكس الاكسبيراتر فلو ريت هذا المخطط اللي هي شقرالي اتجاهين. البيك اكسبيراتر فلو احنا من نسوي ننفخ بقوة او يعني كقراءة تطلع عالية بالبداية بداية الاكسبيريشن، بس من نظل نستمر اكو راح يصير برشر اكثر على الايرويز وبالتالي راح تطلع كمية قليلة من الاير. هذا شوفوا هذا النورمال فلو فوليوم كيرف، احنا بنشوف الكيرف هيتشنج ونقول له هذا النورمال، هذا وهذا الاكسبيريشن. طبعا شوفوا هنا تطلع كم قبل يبدي يصعد بعدين يوصل القمه، هو باعتباره توقف يبدي ينزل النوب، بالبدايه تطلع كميه كلش كبيره. اشوف اللتر قبل طفر تقريبا لللتر ونص، بعدين ذن البقيه يبدا يعني على مرور الثواني تقريبا يكمل هو بست ثواني خمس ثواني يلا يكمل، بس كمية تبدأ تقل شوي شوي إلى أن تخلص تقريبا إكسبيريشن تخلص بأربع ثواني خمس ثواني مرات ست. شنو هو بيك إكسبيريتور فلوريت؟ شنو هو بيك فلوميتر؟ هذا الجهاز هو يعني يقيس البيك فلوميتر. هذا طبعا يعني أكو ناس تشتريه مثلا شوف هاي القراءات من 50 100 150 200 كذا، هذه تعطيك قراءه فوريه قبل بس راح تعرف انه عندك اوبستركشن بالبرونكايل ولا انت مثلا تعرضت للدخان كذا اوبستركشن على السريع تنفخ هنا، هذا البوينتر يصعد اذا انت نورمال، اذا بقى هيك 100 او 50 كذا معنى عندك اوبستركشن بالايرويز. كلهم يشتروه. النورمال انديفيدوالز Peak flow is affected most by the resistance of the large but with severe obstruction of the small airways as happened in expiration patients of asthma, the peak flow rate will be affected. طبعا مثل ما قلنا هذا يعني كل ما صار بالايرواي resistance يعني البيك فلو يتاثر باللارج ايرويز ريزيستنس، يعني اذا صار في اوبستركشن من يصير سيفير اوبستركشن بالسمول ايرويز راح البيك اكسبيرت فلو ريت هم يتاثر. البيك اكسبيرت فلو ريت هذا يعني كمعدل كم لتر طلعت لي بالثانيه، فهذا على مدى ثواني هذا كله هم اكيد المعدل راح يقل. مايد اوبستركشن اوف ذا سمول ايرويز برودوسز سكالوبنج اوف ذا فلو. راح يصير شلون مقعر، احنا بنشوف الكيرف يقول هذا بي اوبستركشن، يعني مثلا اوبستركشن شنو؟ مثلا جماعه الاسمر الربو جماعه السموكينج. مور سيفير اوبستركشن also reduce peak expiratory flow rate. هذا شوفوا هذا النورمال فوق، هذا شوف هذا صار كونكيف او سكوب، هذا قوه بس يشوفه هيك اسمه يعني طبعا هو تبين بجهاز بس شوف فارشن ما عنده مشكله، فابو الاسمه يسحب نفس بس بصعوبه يخرجه، وبعدين بالحالات ما تتطور لا يصير عنده بروبلم بالانسبيريشن والاكسبيريشن، بس في البدايه بس تطلع لي بال
طالب الاكسبرش. هذا هنا اشوف لو فوليوم لو بنسميه، هذا النورمال، هذا هيك شكله يكون، وهذا ابو الاوبستراكشن. اشوفه مقارنه بالنورمال. هنا شلون اخر شيء فاكتور ونيتروجين واش اوت، ها ما ادوكم بها لانه هي بالعرق ما موجوده. Under some circumstances, the compliance of the patient line is measured directly using whole body tomography, which may also be used to estimate the resistance of the airways more directly. طبعا هذا جهاز ضخم، هذا اسمه بالاحمر، هذا يقيس لي ايش قد اللنج بيها كومبلايز، ايش صار بيها اكسبانشن، ميجرنج. زين الهواء المتبقى، احنا طبعا سبيروميتر يقيس بس الاير فلو، الهواء اللي يخرج واللي يدخل. زين الهواء اللي يبقى بالله شلون اقيسه؟ هذا نقدر نقيسه بالهيليوم ديلوشن تيست اللي هو ما موجود، بس انا كان عندي وهسه هم في مشكله. ميجرنج ديد سبيس هو نفس الفكره، هذا ميجر ديد سبيس هم جهاز اسمه نيتروجين واش اوت ميثود. هذا يعني البيشنت يخلوه بمكان مغلق، حافظه مغلقه، ويعني الجهاز يقيس مجرد هو من يسحب هواء، يعني ايش قد من يصير تشينج بالسايز. طبعا هاد مكان حيل مغلق، يعني مجرد مثلا هو اخذ كبر سايز اوف ذا لاين، كبر تشيست سايز، راح هذا شو يسوي؟ ياثر على كل الفراغ الموجود هنا، الجهاز يقيسه راح يطلع، لان ماكو جهاز احنا ندخله داخل اللاين. فمين غير تشايس سايز مال تشيست هنا راح يتغير لي اللاين كاباسيتي. نعم هو هذا يعني النيتروجين واش اوت ستيس اوف فور ميجرينج اناتوميك ديد سبيس ان ذا لانج ديورينج ريسبيراتوري سايكل از ويل از سم بارامترز ريليتد تو ذا كلوجر اوف اير ويز. يعني هذا ما ادوكم بيعوفون، بس هي يعني الفكره مالته. والسلام عليكم. اكو سؤال؟ يعني كلام واضح. طبعا هذه ان شاء الله اخذكم بها سمول جروب، يا ريت تحددوا لي بيوم الجمعه اسوي لكم السمول جروب مال هذه وقبلها، يعني فت ساعه ناخذ لنا كم سؤال مهم، والعيد ال السلام عليكم دكتور. السلام، اهلا وسهلا. وين جعفر؟ جعفر دكتور. هلا مرحبا جعفر، شلونك؟ والله الحمد لله دكتور بخير. دكتور يعني هسه الطلاب جاي يسمعون، هم الجمعه ما يعني ما يريدون اي محاضره، يعني الجمعه يريدون يقرون بها المحاضرات مال الاسبوع. اي فبعد ما اعرف يعني لا السبت ايش عندكم؟ ولو نص ساعه السبت، خليها السبت بالليل، يعني حتى لو هيش وقت، حتى نهايه اليوم لا ياثر عليهم ولا شيء، يعني وقت استراحه. اي اكو هيك شغله، وهو اي اكو شغله، واكو شغله ثانيه. سمعوني؟ وياك وياك دكتور، وياك. اي اكو هيك، او لا الاربعاء الجايه، يعني انا انترنت كانت عندي مشكله واليوم يلا عرفنا لها. يعني الاربعاء يعني الجايه ناخذكم 11 ونص وابقى وياكم حتى معيد، فهو الاربعاء كله الي. يعني نظل ناخذ شكل سمول جروب، شكل نقص عندنا، ونسوي معاه مراجعه. على ودي اسوي فورماتيف اكزام بعدين. مو دكتور احنا هسه احنا نشوف السالفه مال الكويزات والميد، شو صوابع الغي؟ هو فورماتيف بدون درجات، فتبدوا تشوفون نفسكم يعني كتقييم يعني. ماشي ماشي ماشي، مو هو احنا 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 مو دكتور، مو احنا شنو نريد حتى لو في الكويز حتى ينحسب، وين الكويزات اللي راح تصير؟ ماشي جعفر تتناقش وياهم. وياسر ماشي ماشي، انا بس خليني اشوف الدكتوره هذي وابلغ الطلاب وابلغك. اي انا يعني ما اسوي لانه كانت عندي بروبلم بالنت، واليوم صار على المستقبل، يا يوم يعجبكم يا يوم تردون عندكم فراغ، او الاربعاء الجايه ناخذكم الظهر وبالليل فتناقشوا. وبالنسبه للمحاضره اللي عنده سؤال خليه يسال. ماشي دكتور ماشي دكتور، بس ممكن تعيد الفرق بين الكونستراكشن وال ابستراكشن، يعني من ناحيه الجراف ومن ناحيه من ناحيه السريريه مثلا، شو تحب يعني؟ من ناحيه السريريه. سريريه انا ايش عندي؟ هسه انتم سامعين مرض الاسمه الربو؟
يعني اكيد سامعين به مرض الربو الاسمن وجماعه السموكينج وجماعه التليف الرئه، هاي يعني مصطلحات واضحه. انا شلون اعرف عنده؟ يعني هو اثنينات بيجون شورت سوبريت، اثنينات بيجون عندهم ضيق نفس، فشلون اعرف هذا هيك وهذا؟ اني اول يشخص هم اثنينات عندهم شورت سوبريت، بس الجهاز ادخله بالجهاز، طبعا هاي ما تطلع حتى بالاكس راي، ادخله بالجهاز طلع لي اوبستركشن، اني راح اشك انه عنده اسمه، طلع لي اوبستركشن اشك عنده مثلا تليف، واضح هسه؟ واضح؟ نعم دكتور مشكور. بعد دكتور تفضل. السلايد رقم 8 النورمال افريج ما نحفظها مو يعني شنو؟ سلايد رقم 8. سلايد رقم 8 اي هذا غير الجراف الجدول. طيب النورمال افريج ما نحفظها، نحفظ بس التعاريف غير. وشو انا اشوف انسهلات الارقام. يلا طلعوا عليهم بس هنا شوفوا يعني يفضل قارنون بين يعني الكمية شلون زادت، يعني شوف نفسنا العادي بس 500 من سحبت هواء بقوة شوف صار 3100، يعني فتشي واحد يقارن يعني ليش صار 3100؟ أنا سويت بقوة فورس فور بس سحبت هواء كمية يعني هيك ما يخالف طلعوا يعني بس تعريف داخل. بعد هذا اكو شيء؟ سلايد رقم 12 زين. سلايد رقم 12 خلينا نشوفه، هذا زميلكم سال عليه. وين سلايد رقم 12؟ يعني انا ما اعرف هو شو يقصد، يعني اوبستركشن ريستركشن حكيناه يعني من ناحيه السريريه ومن ناحيه الجهاز. طبعا بالعملي خلوها بالعملي او بالسمول جروب يعني اكثر يعني هو مثل ما قلنا ريستركشن معناه عنده فايبروسيس او عنده بروبلم اوتسايد ذا لينك مثلا بالتشيس او مثلا يعني كل تسوي ريستركشن ما تخلي اللينك تكبر براحتك. لا اكو بروبلم بالبرونكايكتر والجهاز طبعا هو يشخصها والمريض يستفاد منه بالتشخيص، احنا لازم نشخص بدون تشخيص علاج المريض كلش صعب. بعد هنا زميلكم يقول كومبلانس شنو علاقة الإلاستيك تشو ويا السيرفس تنشن؟ يعني شوف السيرفس تنشن ما له علاقة بالإلاستيك تشو، إن اثنيناتهم يقلل السايز مالت اللنج. اثنيناتهم يشتركن في هذا الشيء، يعني شلون انت واخوك اثنيناتكم تلزمون الباب وتفتحوها او اثنيناتكم تلزمون وتسدوها، هم اثنيناتهم يلزمون الباب ويفتحوها، يعني شنو يقللون سايز اوف ذا لانج اثنيناتهم، فماكو مال طرد وعكسي، هم اثنيناتهم يعني ماكو علاقه السيرفيس ستيشن ويا الاستيشو، لا اثنين الاستيشو يقلل السايز اوف ذا لانج والسيرفيس ستيشن هم يقلل السايز اوف ذا لانج من نسوي اوبريشن طبعا. على بود يرجع اللنج تو ذا نورمال سايز. بعد شوفوها اكو سؤال، اللي عنده سؤال حتى لا يخليه من نبدا سمول جروب هم يسال عادي. بعد ماكو شيء؟ ماشي لا ماكو شيء يعني هذا ونشوفكم بعدين، يعني نتفق على يوم اذا تردون السبت الجاي ما يخالف او الاربعاء فد مره ناخذين كلهم. واضح؟ نعم دكتور. انا بعرفك شوفوا الطلاب وبعرفك. يلا ماشي مع السلامه ابراهيم.